عايز اسال على اتفضل. معلش علاء ولي الدين، الله يرحمه. طبعا عشان انا عارفه ان كان في طبعا صداقه كبيره طبعا جدا قدام سينما مدينه نصر طبعا ومسرح مدينه الله نصر. عليك. صح وكنت وانا مروحه عليهم صح قاعدين على الكراسي بره، بتعملوا ايه؟ قاعدين ما بعملش حاجه. انا بحس ان وفاه علاء ولي الدين اثر فيك بطريقه غير طبيعيه. لأن هو كان صديق مقرب، وآخر عمرة عملناها يعني عملها هو معايا، كنا لسه راجعين من العمرة وتوفى تاني يوم. وتوفى بعد كده يعني. ف ايه المواصفات اللي كانت بتجمعكم بينكم وبين بعض؟ والله هو دمه خفيف جدا وبيحب الأكل زي، فنروح أنا وهو وأحمد آدم بناكل الساعة 4 الفجر في مكان، ويجيبوا لنا كوارع ومش عارف إيه، فنبتدي بقى نعذر من هنا ان المعده بتاعتنا غير المعده الاوروبيه. المعده بتاعتنا بتشتمنا بالليل اكنها بتكلمنا، حرام عليكم يعني الساعه 4 ارحموني. الفجر كوارع ازاي. اجتمعتوا ازاي يعني العلاقة دي والصداقة دي اجتمعت ازاي؟ يعني هو انت الشرق وهو الغرب، هو اتقربتوا منين؟ موسيقى، كنت بعمل له موسيقى مسلسل، اوكي مسلسل ايه فاكره؟ كان اسمه ابن عز، اوكي فاتقربنا من هنا، وبعدين ابتدينا بقى نبقى اصدقاء اكتر، ومشترك معانا احمد ادم ومحمد هنيدي، فبقينا كل ما يخلصوا المسرح كان احمد بيعمل حوض كرامه، وعلاء بيعمل لما بابا ينام او مش عارف ايه، ويتجمعوا عندي في مكتبي في الدقي، ونقعد بقى للصبح نجيب عشاء ونتكلم، عشان كده قربنا قوي في الفتره دي يعني. طب اختفاء بقى الحالة دي اللي هم بالظبط، المخلين اختفاء دول ده دي لما حاجة كانوا مهمة جدا. بيجوا لك المكتب والحياة دي والتواجد والحماس والشغف وكل الحاجات دي، ما خلكش عندك إحباط تفكر في الاعتزال بالمرار اصلا يعني؟ اروح فين اعتزل اقعد في البيت؟ لا، فمخليني صابر معاهم وجاهد بس ما لكن عندكش انت ممكن احساس تفكر في الاعتزال لا. يعني؟ انت حتى وانت قاعد في البيت ممكن يجي لك دماغك كده تقولك انا بكره الصبح انا هعتزل، هروح امشي اصل من همشي الساعه. فين؟ اولا سني مش هيسمح ان انا امشي في حته خلاص. ثانيا هعتزل حاجه بحبها، التلحين، عمري مش هعرف اعتزل التلحين، ممكن اعتزل الغنى بسهوله يعني، دي حاجه بسيطه. انت عايز، وهو انا بعتقد ان الفتره دي انت ملحن قوي، يعني انا شايفه ان انت محتاج ان انت تركز في التلحين وسيبك من الغنى. والله يعني يعني ممكن تاخد قرار اعتزال الغنى لو حصل ايه؟ مثلا لو حصل ان هما جم على تاريخي، انا ليا تاريخ كويس، فحاسس ان انا في حته كويسه، لو الغنى هيبوظ الناحية التانية هقول لا، باي باي مع هو لسه السلامة. ما بوظش الناحية التانية؟ بمنتهى الأمانة يا راجل، لا هو الناس مش بمنتهى الأمانة. لا مش بوظ يعني، هو ضعف التلحين، لكن في التلحين أيوة ضعف التلحين، أخد من دماغك المليانة ألحان وموسيقى، أخد منها، طبعا. صح ولا غلط؟ لا صح، يعني أنت النهاردة لو كنت بس ملحن، انت كنت زي اول دخلة ما كنت أكيد حاجة تانية. أكيد انغام 10 اغاني، أكيد امال ماهر 10 اغاني، أكيد عمرو خلاص. أكيد. انت فعلا غنيت 10 دقايق في فرح واكتشفت ان هو ده فرح غلط مش هو ده الفرح؟ كانت يلا دماغ بسرعة يلا العادي بسرعة مش عارف ايه والله، ودخلت فرح بس ما كان من حظهم بقى، اكيد خدت الناس 10 كانت دقايق وبعدين مبسوطة. اكتشفت اني لا، انا مش مطلوب هنا، وبعدين بقول لهم انتوا طالبيني؟ قالوا لي انا لا، بناسب حضرتك يعني داخل ومش عارف ايه، قلت لهم لا في حاجه غلط. طب شكرا، أصعب، سلام عليكم. ايه اللي انت حاليا بتشتغل عليه؟ اغاني. او اي مشروع فني انت بتعمل ايه دلوقتي؟ انا بعمل دلوقتي معظم اغاني، وشركه لايف ستايلز عامل لهم حاجات كتيره، لديانا حداد زي ما قلت لك، وشيبه، وعلاء زلزالي الفنان يا اللبناني. علاء والله مسلمي عليه، والله هسلمك عليه. ولطيفة. لطيفة. فاليومين دول برضو في التلحين شوية. ممكن أطلب منك طلب قبل ما أختم؟ أكيد أكيد. لو سمحت إحنا عايزين فيديو على السوشيال ميديا، ويبقى مدلي سريع بالجيتار الحلو بتاعك ده، تمام على فيها كل الأغاني بتاعتك، مقطع من كل الأغاني طب بمناسبة وتنزلهم بقى طلب مفيدة، أنت تعمل لنا مخصوص في الستات دلوقتي وإحنا سريعا ننزل. مقطع من كل الأغاني دي.
ممكن او ممكن يبعته لنا سوير. لا يقوله لنا دلوقتي ربنا يبعته لك. صدقيني ابعته لكم عشان احنا هنقولها دلوقتي تاخد من البرنامج. انا هقول لك دلوقتي غنوه عملتها جديده ليا انا. بتقول ايه؟ وانا عندي حساسيه من البنت النكديه مش حاسبها تخنق فيا وحعمل لها مجنون انا مودي ما بيتظبطش مع واحده ما بتضحكش انا كلي ضحك لو مش عاجبك امشي وعلى ايه انا كل شويه ابص الاقيها ملويه واكره ايام الجايه مع البنت النكديه النكديه. طب ما تعملها دي انزلها لنا فيديو عشان نرد عليك. والله خلاص واحده ثانيه خلاص والله هبعتها لكم اكيد باذن الله. ومدلي اكيد طبعا للاغاني خلاص من فضلك باذن الله. اشكرك جدا يا عصام. الله يخليك. نورتنا وشرفتنا. انا اللي متشكر وبجد بجد بقالي كتير وشفتك شو مبسوطه جدا ان انا قابلتك النهارده وكل اكيد جمهورك كل توفيق وسهر يا رب وترجع بقوه كملحن كملحن ثم الغنى تحقق فيه شغفك بس ملحن تبقى بحجمك يعني باذن الله.